ناطرتك كل الوقت. صحي ما دلوقتي؟ أنا بحاجة أحكي معك فواز. ماشي خليها الصبح. معلش كرمالي فواز. ما في اوطى منها الواطيه. اه والله يا اختي يا موكوسه حتكون بتقول له غير انها بتتنحنع يا هبله. بقول لك ايه يا اختي، هم اخواتك قالوا لك ايه بالظبط؟ قالوا لي ان هم فضحوا ابوها قدام الحاج وان كلامهم صادق وعندهم الدليل. بس كده بقى نوقف عند الكلمه دي بقى. اسكيوز مي بقى، هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طردت الكلبه هي واهلها؟ دخلت الحاجه عليها مش مريحاني، مبسوط رايق مش متنكد في زباله. لا يا اختي مش زباله والله، ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان هيبات عند واحده فينا. يا عبيطه يا عبيطه، ما هي برضك مش سهله البت سوسه، خدته كده على مشامه اول ما دخل راحت مصطاده ومطلعه على فوق بدل ما يدخل عند واحده فينا. يا عبيطه يلا يا خايبه، ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقولوه عشان نفهم هو بيفكر في ايه. اسمع لنا سهله دي قوي، اتفضلوا معايا يلا بينا نتصنط عذاب. يلا اتفضل. لا يا اختي حد الله بيني وبين التصنيط، خلاص كفايه اللي حصل لك. ايوه يا خايبه بس احنا لازم نعرف عشان نفهم. استني استني. ايه؟ انا زينب يا ستي. عايزه يا بنتي يا زينب؟ حاجه مهمه. دخليها. خش يا اختي انت لسه هتبقى نجي؟ في ايه؟ انطقي. عايزه احكي لكم على اللي سمعته. ما تنطقي! ساعتها ليه؟ ماما قالت لي شو صار مع البابا. في اشياء كتير لازم تعرفها حتى تكون رايحة الضمير اتجاهك. اشياء زي ايه بقى؟ البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك، كل شيء اعرفه عن شغلك ابقى بلغه اياه. وانت قلت لها ايه؟ طب رأيك شو قلت لها؟ انت حبيتيني بجد ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ بالأول كانت فرصة لإلي مثل حياة لبنت، حياة لبنت عندها أحلام كتير وحابة تحققها. فجأة طلع الإنسان اللي بيقدر يحقق لها كل شيء قدامها، فتركت خطيبي. كنت بتحبيه؟ لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك كنوز الدنيا كلها. حب بيعمل أشياء غريبة بالبني آدم، شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فترة قصيرة. كلامك الليله دي غريبة أوي، مش قادر أفهمه غير كل كلامك اللي قبل كده. أنت نفسك حاسك كأنك واحدة تانية، إيه اللي بيحصل؟ ما بعرف، أنا نفسي ما بعرف شو بني فواز. أنا مني إنسانة بشعة تركت خطيبة كرمال أغنى منه. حتى لو المصاري كتير مهمة عند حيا لحدا، بس الست بالذات لما بتحب عن جد بتنسى كل شي قدام لحظة سعادة مع اللي بتحبه. اسمعي يا مايا، كل اللي بيني وبين أبوك انتهى ومش هينفع يكون في حياتي تاني، وانتي قدامك الاختيار، يا تعيشي معايا وتنسيه يا تروحي معاه وتنسيني. كرمال كل لحظة حلوة عشتها أنا وياك، كرمال كل لحظة حب عشتها أنا وياك فواز. آخر كلمة بقلك إياها، طلقني يا فواز. لا تخانق معي ولا بهدلني ولا حتى جايب سيرتكم بشي عاطل.
كل اللي عمله انه خيرني بينكم وبينه، وكانت النتيجة انه طلقني. نفس اليوم يا فواز؟ نفس اليوم؟ يبقى هو هيك قصد يدمرني ويبهدل عائلتي. اي يوم؟ شو بتقصد يا بابا؟ احكي يا سليم، انت من ساعة ما رجعت من برا وانت منك عباضه، حتى من قبل ما تيجي وتعرف بمصيبتها. يا جماعة، البنك حجز على كل مصرياتي، وبيروت اعلنوا افلاسي. شو فلست؟ فرصة العمر ضاعت، والسبب ابن هالكلب. فواز ما ازيك بشي، انت الكلب بدك تبيعه لناس ببيروت. على فكرة فواز عارف كل شي، عارف اللعبة من اولها لاخرها، هو اللي قلع هالحكي. قلت لك انه ما نسكن؟ قصدك مش عبيط يا ماما، نحن اللي تمعنا وهينا هلأ عم ندفع الثمن. حما تصلك صلاة، أمي وليه من قلتي؟ أمي! أنا أصلاً ما بقى طايقة العيشة هون، أنا رايحة على بيروت، بركي برتاح منكن. يلا! وانت كمان هتسافري معها، والشقة هيدي راح بيعها عشان أعمل من مصرياتها مشروعي. بدك تبيع البيت اللي لا منا؟ شو بدك ياني عقبة للنسوان؟ أنا لازم أشتغل مشان حل كل المصايب اللي فوق راسي. معنا هوني ما بدي اتركك لحالك. فاتية فهميني، فواز الصياد فلسني، بهدلني، طلق بنتي، فهمي لازم اعد له هون وخلص كل مشاكلي معه، وبعدين شوف مين فينا حيضحك في النهاية. الشيك ده هتوصله لبيت سليم لشر، هتسلمه المايا. مايا يا زكي، مش امه مايا ولا ابو مايا، مايا في ايديها. حاضر يا حاج، فهمت. بس ايه ده، انت خلاص؟ وما تنساش تقضيها على الوصل. وصل؟ طب ولو سالوني ده بتاع ايه ارد اقول لهم ايه؟ كل حقوقها اللي ليها عندي. خلاص انا مش عايز الحكايه دي اي ديول، عايزها تخلص خالص. اوامرك يا حاج. وتخلص وتجيلي على محل ابويا، عايزين نقعد مع بعض نتفق ونخلص حوار الدفليه ده. اه صحيح، الموديلات الجديده جهزت ومستنيه بس انك تختار انهي منها اللي هيتعرض. البركه. ماشي، يبقى احنا نطلع على ابويا ناخده ونطلع على المصنع، وخلي مرسي يسبقنا على هناك، مش حتى ما يخلص مع اولاد عمي يبقى يحصلها. طيب ده واجب الشغل وفهمناه، واجب الصحوبيه بقى. ده واجب الصحوبيه نقعد. عايز فلوس؟ لا فلوس ايه؟ خيرك مغرقنا يا حاج. انا عايز اسالك سؤال واحد. سؤال ايه؟ انت حبيتها ولا ايه؟